المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور محمد الفتياني، مرحبا بك دكتور على شاشة التغيير. ونتحدث عن الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد كل هذا القصف والدمار، خاصة يعني المجازر التي ارتكبت الليلة الماضية وتدمير الإسرائيلي المستمر منذ 17 يوما. تفضل. صحيح، الوضع في قطاع غزة يمكن اعتباره كارثي من الناحية الإنسانية، فنحن نتحدث عن الآلاف من الشهداء، الآلاف من الجرحى، ومئات الآلاف من النازحين من المدنيين. القطاع الطبي في قطاع غزة يعاني من صعوبات وتحديات كبيرة، أهمها اقتراب نفاذ الوقود، فح المواد الطبية والمستهلكات الطبية، العدد الكبير من الجرحى الذي يتعامل به القطاع الصحي، والعدد الكبير من الشهداء، وأيضا الأوامر الإخلاء التي أتت إلى 22 مستشفى في قطاع غزة تطلب منهم إخلاء المستشفيات. أما من الناحية الإنسانية فهناك العديد من النازحين من المدنيين العزل الذين تقطعت بهم السبل بعد أن هربوا من منازلهم خوفا من القصف أو تم إصابة منازلهم بالقصف. هؤلاء النازحين موجودين في مراكز الإيواء، في مدارس تابعة لوكالة غوث وسكن اللاجئين أونروا، أو في المستشفيات مثل مستشفى القدس الذي لجأ إليه 12,000 مدني للحماية من القصف. هنالك سوء في الاتصالات وتشويش في الاتصالات السلكية واللاسلكية، هنالك شح في المياه النظيفة، هنالك تكدس كثير من المدنيين في مراكز الإيواء، هنالك نقص في المواد الإغاثية، الوضع كارثي. طيب دكتور محمد، أكثر من 120 طفلا في حاضنات مهددون بسبب انقطاع التيار الكهربائي، غرف عمليات تكاد تكون الإنارة فيها معدومة، أجهزة تنفس اصطناعي تحتاج أيضا إلى الكهرباء، فهل بدأت الكارثة أم تضغطون حتى لا تبدأ الكارثة؟ بمعنى آخر، إلى أين وصلت مناشداتكم للمؤسسات الدولية المعنية؟ صحيح، يعني نحن نقوم في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالتواصل مع جميع الشركاء في جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وشركائنا في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لإعطاء صورة عن الوضع في غزة عبر التقارير التي تأتينا من غرفة العمليات في قطاع غزة. منظمة الصحة العالمية حذرت من نفاذ الوقود بتقرير رسمي لها، اليونيسف حذرت من الوقود بتقرير رسمي لها. الوقود في قطاع غزة كميته قليلة لا تسد هذا الاحتياج، ونحن نقول على عدد إصابات كبير جدا. مناشداتنا كانت تأتي لتأمين المساعدات والوقود بجزئية معينة، نرى أن هنالك بريق من الأمل، نحن نرى شيئا من النور عندما تم فتح معبر رفح وإدخال بعض المساعدات، حيث دخلت 54 شاحنة محملة بالمواد الطبية ومستهلكات الطبية وأيضا المواد الغذائية والمياه. هذه الكميات قليلة بالنسبة للحاجة لقطاع غزة، لكن نحن نعتبرها بريق أمل أن تكون هذه المساعدات أكثر وأكثر. نحن نتمنى أن يكون هنالك ممر آمن يمكن إدخال منه جميع المستلزمات الخاصة بقطاع غزة، المستلزمات الصحية والمستلزمات الإغاثية. نعم، طيب دكتور، في كل لحظة نسمع وكل فترة نسمع عن استهداف مستشفى أو حتى أوامر بإخلاء مستشفيات كما تحدثت في معرض حديثك، هل لك أن تعطينا إحصائية عن المستشفيات التي ما زالت تقدم خدماتها والمستشفيات التي خرجت عن الخدمة؟ يعني حسب التقارير التي تأتينا من غرفة العمليات المركزية، هناك العديد من المستشفيات اللي خرجت الخدمة، سواء كان لتضررها أو لعدم قدرتها على استقبال الجرحى أو نفاذ الوقود لديها. المشكلة الكبرى هي في قرارات الإخلاء التي تم إعطائها ل 22 مستشفى في قطاع غزة، حيث طلب منها إخلاء المستشفيات، ومنها مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. أنت تقول على مستشفى يحوي على أكثر من 400 مصاب وجريح ومريض، منهم في وحدة العناية المكثفة، بالإضافة إلى 12,000 مدني نازح لجأ إلى المستشفى بعد أن تقطع بهم السبل، بالإضافة إلى
اكثر من 100 من العاملين والمقطوعين في جمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني. طبعا جمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني لا تستطيع اخلاء المستشفى لانه تخاف على حياه المرضى والمصابين اثناء عمليه النقل. انت تقول انت تريد ان تخلي مرضى على اجهزه التنفس الاصطناعي واجهزه دائمه للحياه، يمكن ان تقتل حياتهم، يمكن للمصابين ان تتدهور حالتهم اثناء النقل. العمليات اللوجستيه بحاجه لعمليات لوجستيه كبيره، انت بحاجه للعديد من سيارات الاسعاف نعم والعديد من وسائل النقل. لا يوجد مكان آخر يمكن أن تخلي عليه، المباني غير مؤهلة أن تكون مستشفى. هناك أسباب عديدة لعدم الإخلاء، قررنا أن نبقى في أماكننا، نقوم بخدماتنا الإنسانية، ونحن على اتصال مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكل شركائنا لحالة الضغط لإلغاء قرار الاستهداف. نعم للأسف يعني مستشفى يوجد في مناطق في محافظة المستشفى على بعد أمتار عشرات الأمتار، تم إصابة مباني وتضرر المستشفى من ذلك القصف وعاش العاملون بحالة رعب، لكن نحن ما زلنا على رأس عمل نقدم خدمات هل من إنسانية حتى حلول أصبح. دكتور محمد تلوح في الأفق لإنهاء المعاناة الإنسانية التي يشهدها القطاع بصورة غير مسبوقة؟ يعني نتمنى أن تكون هنالك حلول خصوصا على القطاع الصحي والإنساني. نحن نتكلم عن القطاع الصحي نعم على أناس متضررين بحاجة ماسة للرعاية ومدنيين، لكن لا شيء يعني يلوح بالأفق أو الصورة ضبابية، لا شيء ممكن أن نتكهنه. نحن نتمنى، نحن نضغط بكافة جهدنا أن يكون هنالك حماية للمستشفيات، حماية للأطباء الطبية اللي عملها تأخذ عملها بحرية، فتح معابر آمنة لإدخال المساعدات لكي تنتهي الأزمة في قطاع غزة. المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني دكتور محمد الفتياني كنت معنا عبر سكايب من رام الله، شكرا جزيلا لك.